وللمزيد من التحليل تنضم إلينا الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية. تحياتي لك دكتورة إيمان. يعني القمة السادسة للاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي، يعني برأيك أهم الأهداف يعني المعلنة من هذه القمة وهذه الرغبة الأوروبية في التواصل القوي مع القارة الأفريقية؟ في البداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. في تقديري أن القمة في حد ذاتها، خاصة ونتحدث أن القمة قبيل القمة، تم العديد من اللقاءات الثنائية مع سيادة الرئيس ومع سيادة الرئيس وعدد من القادة في بلجيكا. تناولت الأسر الموضوعية استراتيجية مصر فيما يتعلق بالقارة الأفريقية ورؤيتها للقارة الأفريقية، وتناقش التشبيكات الخاصة أو الرؤية المشتركة مع الكتلة الأوروبية. القمة الأوروبية الأفريقية بشكل رئيسي يمكن هي قمة نوعية في المقام الأول، وليست فقط تستهدف الأطر الأمنية والأطر السياسية المتعارف عليها بشكل رئيسي أو يتم الحديث عنها على كافة التنسيقات المشتركة، ولكن دعينا نتحدث عن الانتقال النوعي من جانب سياسات الرئيس في تناول القضايا النوعية أو ما يتعلق برقل الرؤية الأفريقية في كيفية الحديث أو التشبيكات الخاصة بالقضايا النوعية، خاصة قضايا تغير المناخ، التنوع البيولوجي وما إلى ذلك من أمور. نتحدث كذلك عن أمن الطاقة. تلك القمة هتشتمل بشكل رئيسي عن الحديث عن أمن الطاقة، الاستراتيجية الهيدروجين الأخضر، كل تلك الأمور النوعية سيادة الرئيس أخذ على عاتقه الحديث عنها والتشبيك معها مع الكتلة الأوروبية، نقل الخبرة الأوروبية للقارة الأفريقية بشكل رئيسي. نعم دكتورة إيمان، هناك عدة ملفات مطروحة للنقاش خلال هذه القمة، ربما على رأسها ملف المناخ، ملف الطاقة، ملف الصحة بما في جائحة كورونا، ملف الأمن والهجرة غير الشرعية. برأيك الدور المصري في هذه الملفات تحديدا؟ القاهرة عامة أصبحت تمتلك الريادة في إدارة الملفات النوعية. يمكن لو نتحدث تفصيلا عن كافة الملفات، في بداية الملفات سيادتك ذكرتي ملف التغيرات المناخية. القاهرة تستضيف وتسعى لهيكلة استضافة المؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دورته في نوفمبر المقبل، وتلك الأمر هو يعني في تقديري هو ملمح رئيسي للريادة وثقل القاهرة كمركزية عظمى ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن أصبحت هي مركز كذلك لإدارة الملفات النوعية في الإقليم في حد ذاته. القضية الأخرى اللي بيتم تناولها فيما يتعلق بالملف الصحي وأزمة اللقاحات، يمكن القاهرة أدلت بدلوها في هذا الأمر فيما يتعلق بتطوير اللقاحات. أصبح هناك اللقاح المصري فيما يتعلق بجائحة كورونا، يتم تناول الخبرة المصرية وكذلك التشبيك فيما يتعلق بالخبرة الأوروبية كذلك ونقلها للقارة الأفريقية. لا يخفى عن العديد من القارة الأفريقية تعاني من الجائحة فيما يتعلق بارتفاع عدد المصابين، وبالتالي أتوقع أن ينال هذا الأمر رأس الأولويات على أجندة الرئاسة حينما يتم تداوله. مركزية الطاقة القاهرة في سياستها واستراتيجيتها 2030 وكذلك إبان رئاستنا للاتحاد الأفريقي في 2019 والتشبيك المتعلق بتشبيك رؤيتنا في 2030 مع استراتيجية الاتحاد 2063 أصبح على رأس الأولويات الحديث عن الطاقة النظيفة وكيفية توظيف هذا الأمر، خاصة وأنه محور الطاقة أو الحديث عن ملف الطاقة لا يرتبط فقط كونها نتحدث عن أنماط مختلفة بعيدة عن الطاقة الكربوهيدرات الكربونية بشكل رئيسي، ولكن أصبحنا نتحدث عن استراتيجيات الطاقة الخضراء، الهيدروجين الأخضر وما إلى ذلك. يمكن في استضافتنا لمؤتمر التنوع البيولوجي ورئاستنا لهذا الامر ومشاركتنا في مؤتمر المحيط محيط واحد في باريس، كانت رؤيتنا بهذا الامر واضحه وسياستنا واستراتيجيتنا ليس فقط فيما تم الحديث عنه في المؤتمر، ولكن كذلك في اثناء لقاءات الرئيس ضمن الدبلوماسيه الرئاسيه في اثناء لقاءاته الثنائيه.
نعم دكتورة إيمان، يعني هناك اتجاه في هذه القمة يعني عدة مسارات من التعاون مع القارة الأفريقية. هناك مسار المساعدات بوجود حزمة من المساعدات، هناك نية يعني منحها للقارة الأفريقية، ومسار آخر يتعلق بالاستثمارات في القارة الأفريقية في مجالات الصحة والتعليم والأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية وغير ذلك. كيف ترين هذين المستويين من التعاون مع القارة الأفريقية في إطار العلاقات الدولية؟ بالنسبة الأول ما يتعلق بالملف الاستثماري، يمكن القاهرة لديها الريادة في بناء الأواصر الاستثمارية أو بناء الشراكات الاستثمارية ما بين مصر والقارة الأفريقية، ليس فقط من جانب الاستثمارات المصرية، ولكن على اعتبار أن هي مركزية بيتم انتقال الأمر عبر القاهرة اللي بتمثل البوابة الأفريقية من خلال الشراكات الأوروبية الشراكات الأسيوية كافة الأطر والشركات والاستثمارات حجم التبادل التجاري من خلال القاهرة أو من خلال كون البوابة الأولى للقارة الأفريقية. يمكن نجحت مصر في هذا الأمر في هيكلته ووضع الأسس والهياكل الخاصة بإبان رئاستنا للاتحاد الأفريقي في 2019، بدأت أن تؤتي ثمارها حاليا. يمكن المتتبع لحجم التبادل التجاري ومعدلات الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية نجد أن جامعها وفقا للاستراتيجية الموضوعة من جانب القيادة المصرية. نعم دكتورة إيمان، كيف ترين يعني التزام الاتحاد الأوروبي بهذه المساعدات والاستثمارات في القارة الأفريقية في ظل تراجع يعني اقتصاديات دول عديدة بعد جائحة أو بسبب جائحة كورونا، وهل يستلزم ذلك إعداد خطة اقتصادية ومالية مختلفة تتعلق بدول الاتحاد الأوروبي للإيفاء بهذه الالتزامات؟ هو بالفعل هناك مراجعات ما يتعلق بالخطط الاقتصادية وإنعاش اقتصاديات فيما بعد الجائحة كورونا بيتم الحديث عنها بالفعل. يمكن خلال العامين الماضيين تم الحديث عن هذا الأمر وتم البدء في تحركات نحو اقتصادات التعافي أو الحديث عن اقتصاديات التعافي بشكل رئيسي، ليس فقط على الجانب الاستثماري ولكن كافة النواحي التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، معدلات التبادل التجاري، الشركات الاستثمارية وما إلى ذلك من أطر نوعية تتعلق بمحاولة معادلة أو توازن الانعكاسات السلبية اللي خلفتها جائحة كورونا على المعدلات الاقتصادية. أتوقع أنه في هذا الأمر تم مناقشته باستفاضة على كافة الشراكات التي فقط ما بين القاهرة والكتلة الأوروبية، ولكن كذلك تم الحديث عنه وتناوله بشكل أكثر تفصيلا من خلال اجتماعات سيادة الرئيس الاجتماعات الثنائية اللي تم تناولها في العاصمة بروكسل. دكتورة إيمان، يعني التعامل هذه المرة على يعني هذه القمة على مستوى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، هل الوصول إلى الأهداف يعني يستلزم التعامل مع الاتحاد الأفريقي بوصفه ممثلا للقارة الأفريقية، أم التعامل الثنائي مع الدول والحكومات، أو التعامل الإقليمي مع المنظمات الإقليمية في القارة الأفريقية؟ في تقديري نحن نتحدث الارتقاء بمعدل التعاون نحو الحديث عن الإطار المؤسسي. أصبحت المؤسسة هي ما تؤخذ في عين الاعتبار حينما نتحدث عن اتحادين أو كتلتين كل منهم يضم عدد من الأعضاء، نتحدث بصيغة الجماعة وليس الصيغة الفردية. يمكن ذلك الأمر سيعين صانع القرار حينما نتحدث في هذا الأمر، سيعين صانع القرار فيما يتعلق بالقرارات الإلزامية على كافة الدول. نتحدث عن الاستراتيجية والهيكل والخطة التنموية لكلا من الاتحادين سواء الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي، وبالتالي أصبح هناك الحديث بصيغة الجمع. أتوقع أن ذلك الأمر حينما يتم التوجيه له لضمان النزاهة والشفافية، يتم كمان ضمان الإلزامية في عملية اتخاذ القرار وعملية الصياغات التنفيذية اللي تنبع كذلك عن المخرجات القمة. نعم، ملف المناخ من الملفات المطروحة بقوة كما ذكرت في هذه القمة، ومصر المستضيفة للمؤتمر 27 في شهر نوفمبر المقبل الخاص بتغيرات المناخ هنا في شرم الشيخ. السيد الرئيس يتحدث باسم القارة الأفريقية اليوم في هذه القمة فيما يتعلق بقضية المناخ. برأيك أهم ما يطرح هذه يعني
في هذه القمة فيما يتعلق بالمساعدات الأوروبية للقارة الأفريقية والاستثمارات الأوروبية في ملف التغيرات المناخية تحديدا، والمساعدات التي يمكن طرحها في هذه القمة. يمكن أنا في تقديري أنه لم يعد الحديث قاصرا فقط على ما يتعلق بانخفاض الانبعاثات الكربونية وكيفية مواجهة هذا الأمر، الدول المتقدمة وسياستها تجاه الدول النامية في إطار ما خلفته الدول الاستعمارية من تراجع لتلك المعدلات او زياده معدلات الانبعاثات الكربونيه وما الى ذلك. اتوقع ان يتم الحديث في كيفيه التعاون، بناء اطر تشاركيه، بناء تشبيكات من نوعين خاص لمواجهه مثل تلك التحولات النوعيه. الحديث ليس فقط عن الاطار التمويلي ولكن كذلك الحديث عن نقل الخبرات الفنيه، الدعم الفني في كيفيه مواجهه الاخطار القائمه للتغيرات المناخيه. لن نتحدث فقط عن التلوث الهوائي، نتحدث عن اخطار جمة في مقدمتها تهديد الامن المائي. يمكن ده ما نتلمسه في ليس فقط في القاهرة ولكن في كافة دول العالم. هناك تهديدات للأمن المائي تخلفت عملية التغيرات المناخية لتشمل كافة النظم الأيكولوجية في كوكبنا بشكل عام. يعني ربما يؤكد كلام حضرتك لقاءات السيد الرئيس بالأمس مع رؤساء الشركات البلجيكية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والتي لها رغبة يعني في الاستثمار في مصر في هذا المجال. كيف ترين أولا مستوى العلاقات بين مصر وبلجيكا بشكل عام وفي المجال الاقتصادي بشكل خاص؟ مستوى العلاقات بشكل عام هو مستوى متطور، سواء على المستوى السياسي هناك توافق في الأجندة السياسية لكل من النظامين المصري والبلجيكي في تناول القضايا السياسية في منطقة الشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، سواء المهددات الأمنية أو المهددات السياسية بشكل عام. تتوافق الرؤى ما بين الجانبين المصري والبلجيكي. بالنظر للمعدل أو ما يتعلق بالملف الاقتصادي، يمكن هناك بالنظر لمعدلات التبادل التجاري طبعا هناك تطور ملحوظ في منحنى التبادل التجاري ما بين مصر وبلجيكا لصالح المعامل التجاري أو لصالح الصادرات المصرية. يمكن ده بشكل واضح حينما يتم قراءة الأرقام فيما يتعلق ما يزداد أو يتجاوز المليار. يمكن أنا مش حابة أن أنا أذكر رقم تحديدا، لكن هناك بالفعل ويمكن الرجوع إليه في كافة التقارير الرسمية والمواقع الإلكترونية الرسمية، هناك تطور في معدلات التبادل التجاري لصالح القاهرة مع دولة بلجيكا. بالنظر كمان لحجم الاستثمارات العاملة البلجيكية العاملة في مصر، هناك تطور كذلك. يمكن ساعد مناخ الاستثمار التطور في مناخ الاستثمار اللي منحته القاهرة تعديل الأخير وما يتعلق بقانون الاستثمار، التسهيلات اللي تم منحها من جانب القيادة السياسية للاستثمارات الأجنبية في القاهرة، كل ذلك الأمر ساهم في الارتقاء بمعدلات الاستثمار او الملف الاقتصادي ليس فقط مع الجانب البلجيكي ولكن الاستثمارات الاجنبيه بشكل رئيسي. يمكن ده تلمسناه واختبرناه في المعدلات المختلفه للتبادل التجاري والاستثماري والتجاري بين مصر وكافه دول العالم خلال السنوات الماضيه. طب دكتورة إيمان، فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، وإن اتفقت الدول في ضرورة التصدي لهذا الملف ولكن تختلف زوايا التناول، يعني ربما مصر لها يعني بعد إنساني وجانب إنساني في التعامل مع هذا الملف يختلف عن دول أوروبية أخرى لا تعير هذا يعني هذه الزاوية اهتمام. كيف يمكن التقاء وجهات النظر بين الدول المختلفة في التعامل مع هذا الملف باعتباره يعني ملفا أمنيا وملفا إنسانيا أيضا؟ ملف الهجرة الغير شرعية وما يتعلق به من تشبيكات فيما يتعلق بقضية اللاجئين على وجه الخصوص، يمكن القضية دي تؤرق بالكتلة الأوروبية في المقام الأول. استطاعت المعالجات المصرية رأس الصدع في تلك النقطة على وجه الخصوص. يمكن شاهدنا ما تم الإعلان عنه مسبقا من اتفاق ما بين مصر وألمانيا، وتباعا تم اعتماده مع كافة الكتلة الأوروبية تباعا فيما يتعلق بأزمة الهجرة الغير شرعية وأزمة اللاجئين. إبان أكثر من عامين مضوا
بهذا الامر. بالتالي انا في تقديري ان المعالجات المصريه في ملف الهجره الغير شرعيه معالجات ناجعه، اصبح ليس فقط يتم تطبيقها ولكن اصبحت مرجع يتم الرجوع اليه ما كافه دول العالم تم اعتماده في الامم المتحده ما يتعلق بالتطبيقات المصريه في اداره ملف اللاجئين والهجره الغير شرعيه، خاصه انه ملف متجدد لا يتعلق فقط بدول الاسراف في منطقه الشرق الاوسط، نتحدث عن الاسراف في سوريا، العراق، ليبيا وما الى ذلك، لكن هناك اصبح هناك في حديث عن الاسراف في مناطق اخرى نوعيه شاهدناه في الملف افغانستان على وجه الخصوص، تم اعاده طرح وتدوير قضيه اللاجئين وقضيه الهجره الغير شرعيه. دكتورة إيمان، يعني هذه القمة هي القمة السادسة فيما يتعلق بالشراكة أو المشاركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، يعني يرى بعض المحللين ويعني تابعنا في بعض الكتابات أن هناك يعني ربما هذه المرة رغبة صادقة وقوية ومخلصة من جانب الاتحاد الأوروبي في الانخراط بقوة في القارة الأفريقية، ربما يرى البعض أنه في مواجهة تنامي نفوذ دول أخرى كروسيا والصين، إلى أي مدى تتفقين مع هذه الرؤية؟ يمكن فكرة الكولونيزي الجديدة أو فكرة الاستعمار بوجهه الجديد أصبح يظهر في العديد من الكتابات المتعلقة بمجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية. أنا في تقديري أن الأمر ليس فقط عملية إعادة ترسيم وتوزيع لنفوذ الكتلة أو الدول الكبرى في القارة الأفريقية على اعتبار أنها قارة الموارد كما كانت ولا زالت قارة الموارد الغير مستهلكة، لكنه الأمر يتعلق بشراكات وعبء إنساني على الكافة. لم يعد هناك الحديث عن ليس فقط معيار التقييم دول متقدمة ودول نوعية، ولكن أصبح الحديث عن شراكات إنسانية تجمع ما بين كافة الدول، خاصة وأن الأخطار واحدة لا تفرق ما بين دولة متقدمة ودولة نامية. أصبحت الأخطار أخطار نوعية، ليست فقط مهددات أمنية كما يتعلق بمهددات الإرهاب، اضطراب الدول الهشة، معيار الاضطراب الداخلي والحروب الداخلية. الأخطار تتجاوز هذا الأمر بكثير، الأخطار تعدت فكرة حمل السلاح بشكل رئيسي، أصبحت الأخطار أخطار نوعية، أخطار بيئية تمس الدول كافة. وبالتالي أصبحت الشراكات الأوروبية، الشراكات الحديث مع شراكات صينية أو آسيوية، شراكات مختلفة في كافة النسق الدولي أو النظام الدولي تتعلق باستراتيجية عبء الإنسانية. نعم. لأنه أصبح التهديد يوجه لكافة الدول لا يفرق ما بين دولة متقدمة في قمة الهرم الدولي ودولة أخرى نامية أو دولة صاعدة، أصبح التهديد يوجه للجميع. دكتورة إيمان، هل استطاعت أوروبا بالفعل أن تتخلص من يعني وجهة نظرها القديمة في التعامل مع القارة الأفريقية والنظر بشكل مختلف مع دول القارة وتقديم طروح وحلول مختلفة للمشاكل الخاصة بالقارة مع وجود إمكانية لنقل تكنولوجيا حقيقية داخل القارة الأفريقية؟ إلى حد كبير هناك تغير في سيكولوجية التعامل مع القارة الأفريقية أو المنطقة بشكل عام، كما ذكرت مسبقا لتغير في طبيعة المهددات، لكن الحديث عن التغير للنظرة الأوروبية أو نظرة الرجل الأبيض في القارة الأفريقية ذلك الأمر له بعض السيكولوجي آخر قد يتناوله أساتذة الزملاء في الدراسات الاجتماعية والدراسات النفسية. لكن بالنسبة للنظر للأمور السياسية هناك تغير واضح في هذا الأمر، وظهر وتم اختباره بشكل رئيسي في المنتديات والمؤتمرات التي تم توجيهها بشكل أساسي لمناقشة كافة القضايا السياسية والأمنية والنوعية اللي بتتعلق بالقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل رئيسي. نعم. دكتورة إيمان، إذا كان هناك يعني نية لطرح مبادرة للمساعدات بقيمة 150 مليار يورو كما يعني نتابع، ولنا يعني تجربة سابقة في مؤتمر باريس حيث تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية في العالم، ولم يكن هناك أي التزام بهذا المبلغ. ما يفرق بين هذا الالتزام وذاك، وكيف يمكن أن يعني نضمن التزاما أوروبيا بهذا المبلغ الضخم للقارة الأفريقية وحدها؟
الالتزام بيتعلق كما ذكرت في بداية حديثي انه بيتعلق بالنظام المؤسسي. ذلك المؤتمر او تلك القمة هي قمة ما بين اتحادين، كلا الاتحادين يملك الاجندة الخاصة به، النظم الفرعية او الاطار الفرعي او الهيكل الفرعي والاجهزة الفرعية والاجهزة التنفيذية في كلا الاتحادين تولي الاهتمام لكلاهما في تنفيذ مخرجات القمة، كيفية إدارة عملية النفقات في حد ذاتها، كل تلك الأمور اللوجستية أو الأمور الإدارية تتعلق بالأجهزة التنفيذية في كلا الاتحادين. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتورة إيمان الزهران أستاذ العلاقات الدولية.